نبدأ معاك يا أحمد بمقارنة أداء الأهلي في آخر 4 بطولات، خش على الشغل التقيل. ماشي، الفرق ما بين 9 وال10 وال11 والبطولة بتاعت السنة اللي فاتت، إيه الفرق ووصلنا لغاية فين؟ يعني هنقارن البطولة بتاعت 9 وال10 وال11. ماشي. طبعًا التسعة اللي هي القاضية ممكن. طيب. والعشرة اللي هي بتاعت كايزر تشيفز. وال11 اللي هي بتاعت ال11 الوداد مش ال11 المغربي. ماشي. تمام، نبص بس كده على الارقام. اتفضل. هنلاقي اول حاجه نبص على تسجيل الاهداف، طبعا المقارنه من بدايه دور المجموعات لغايه النهائي. تسجيل الاهداف اول بطوله اللي هي التاسعه 17 هدف، البطوله العاشره 21، السنه اللي فاتت 16 هدف، السنه دي 23. اذا السنه دي اكتر بطوله سجل فيها النادي الاهلي اهداف، وده يؤكد مدرسه مارسيل كولر الهجوميه ان هو مسجل 23 هدف مقارنه بالثلاث سنين اللي فاتت. انا هخليك تكمل الارقام وبعدين هسالك سؤال مهم. تمام، استقبال الاهداف 7 في ال9 6، طبعا الناس عشان تبقى فاهمه 9 ال10 ال11 ده ترتيب البطولات السنه اللي فاتت، وبعدين الاخيره دي اللي هي ايه بتاعت السنه دي. استقبال الاهداف 10 و11 السنه اللي فاتت. اذا التسعه انت حاسب من دور المجموعات بس، من دور المجموعات. اما هو الارقام بتتحسب من بدايه دور المجموعات لغايه النهايه، حتى الهداف جائزه الهداف ماتش بتتحسب. ماتش يطلع بره بتاع 19 20 ده هيضيف اهداف كتير. هيضيف اهداف كتير جدا. بالنسبه للشباك النظيفه، السنه دي اكتر سنه حافظنا فيها على الشباك 7 ماتشات مع البطوله اللي هي سنه 2020 2021، دول اكتر بطولتين حافظنا فيهم على الشباك النظيفه. اذا السنه دي تعتبر احسن سنه على المستوى الهجومي واحسن سنه على المستوى الدفاعي. نيجي بعد كده لصناعه الفرص، اكتر سنه صنعنا فيها فرص كانت البطوله اللي هي العاشره اللي هي قدام كايزر تشيفز، صنعنا فيها 35 فرصه، السنه دي صنعنا 22. متوسط المحاولات برضو السنه اللي فاتت اعلى سنه في المحاولات 13.6 في الماتش الواحد. السنه دي اقل سنه في معدل متوسط المحاولات 10.2 الماتش الواحد، وده برضو بيأكد ان كولر في الفترة الأخيرة كان واقعي أكتر، كان بيدافع أكتر، بيأمن، بيحاول ان هو يخطف، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الماتشات الأخيرة. نسب الاستحواذ السنتين الأخرى اللي هي السنة دي 56 والسنة اللي قبلها 58 أعلى من السنتين اللي قبلهم. التمريرات الصحيحة برضو السنتين الأخرى أعلى سنة. تعالى بقى بص على الرقم الغريب قوي، إهدار الفرص المحققة. أنت عارف إن السنة دي أقل بطولة ضيعنا فيها فرص؟ 12 فرصة بس ضاعت على مستوى البطولة، السنة اللي فاتت كانت 13، البطولة العاشرة 18 فرصة ضايعة، البطولة التاسعة 13 فرصة. لما تبص على إهدار الفرص ده أنا بشوف إن وجود كهربا وتأقلم بيرسي تاو وتأقلم الشحات والفينش بتاعهم أدى إلى نقص معدل إهدار الفرص في الفترة الأخيرة تحديدا من شهر يناير. فلما نيجي نعلق كده على الأرقام، البطولة مقارنة السنة دي بالأرقام السنة اللي فاتت، يبقى السنة دي أكتر بطولة سجلنا فيها أهداف، أكتر بطولة حافظنا فيها على شباك نظيفة ب7 ماتشات، وأقل بطولة ضيعنا فيها فرص. رغم إن الناس بتقول إن إيه مهاجم وراس حربة وكده. لكن سؤالي، هل دلوقتي النادي الأهلي بهذه الأرقام يبقى أنا مش عايز مهاجم؟ بس هي الفكرة أنت برضو محتاج راس حربة أفريقي، يعني محتاج. لا لا طبعًا أنا على فكرة حاجة أنا بس عشان ما حدش يقول قناة الأهلي عشان ما يقولش إن إحنا مش لحاجة إن إحنا مش هنجيب مهاجم ولا حاجة. ما أعرفش مين، لا أنا ما أعرفش هيجيب مش هنجيب، ما عنديش فكرة، ولكن أنا بقول ردًا على هذه الأرقام. يعني السؤال جه في دماغي فجأة دلوقتي. السؤال لأن الأرقام بتقول إن إحنا يعني ندي الحق برضه لمارسيل كولر الصراحه. ان هو قدر يعالج مشكله الفينش او اللمسه الاخيره من يناير، وتحديدا وجود كهربا، وان هو من يناير بيجيب ان هو بياخد هداف دوري ابطال افريقيا، فرق كتير جدا يعني.